للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، بعد التحية، كيف تابعت توصيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي التي وجه فيها الحكومة بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للتخفيف على المواطنين خلال هذه المرحلة؟ مساء الخير لحضراتكم. هو طبعا في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية والتأثيرات الكبيرة جدا على الأوضاع الاقتصادية ليس في مصر فقط بل في العالم أجمع، النهاردة السيد الرئيس بيمنح المؤتمر الاقتصادي دفعة كبيرة جدا زي يعني تيسيرات أكتر للمجتمع، رجال الأعمال والمصنعين وأيضا الخبراء الاقتصاديين. شفنا النهاردة شرح وافي من فخامة الرئيس، وأيضا بموافقة على حزمة كثيرة قام بها الدكتور مصطفى مدبولي بعرضها لمجتمع رجال الأعمال والحاضرين اليوم، بأن يكون في حافز أكثر للصناعة، مثال الاعتمادات المستندية إلغائها خلال الشهرين وعودتها مرة أخرى للسابق عهدها، زيادة من التشغيل داخل الدولة، زيادة أيضا في إضافة أصول جديدة يقدر بها يقوم المستثمرين بزيادة التصنيع والتشغيل. كان في خريطة واضحة النهاردة أعتقد بني عليها دولة رئيس الوزراء وفخامة الرئيس حديثه لمجتمع رجال الأعمال وللمؤتمر اليوم. نعم السيد الرئيس أيضا دكتور مصطفى أكد على نقطة في منتهى الأهمية، أنه الحوار الوطني بيعيد تشكيل وصياغة الرأي العام في مصر. قراءتك لهذا التصريح على هامش توصية المؤتمر الاقتصادي؟ الأمر ده في غاية الأهمية، كلما اطلع الرأي العام على المسارات والسياسات اللي بتقوم بها الدولة وكيفية المنهجية الفكرية. يعني النهاردة لو تتخيلوا حضراتكم كل المؤتمر حديثه فعلا طيب، ولكن حديث السيد الرئيس النهاردة في كيفية تصنيع وتهيئة الرأي العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة وكيفية تنميتها، أعتقد ده في جانب آخر. ليه؟ لأنه شرح النهاردة قد إيه تكوين القدرة الإنتاجية للمسارات الاقتصادية اللي احنا بنشوفها. يعني بمنتهى البساطة قد إيه المجهود اللي بيقوم به السيد الرئيس والأجهزة المعنية والحكومة للارتقاء بمستوى المجتمع المصري بتنفيذ العديد من المشروعات القومية. السيد الرئيس تحدث النهاردة أكثر من مرة قد إيه حرصه وحرص الحكومة على زيادة القدرة والقيمة المضافة للأوضاع الاقتصادية. يمكن كثير اسمحيلي من الإعلام أو الوكالات الأجنبية بتحرص على عرض الأرقام أو المسارات الاقتصادية العادية زي عجز الموازنة أو التضخم أو معدلات النمو. الاقتصاديين كثيرين بيتكلموا في هذا الأمر، ولكن انعكاس هذه الأمور على المجتمع، يعني الناس عندها رضا ولا لأ؟ ما حنش حد بيقدر يتكلم في هذا الأمر إلا بشق اقتصادي دون الشق الاجتماعي. يعني برنامج حياة كريمة الناس ممكن تتحدث فيه عن تكلفته المالية بالمليارات، ولكن هل ده بيسترضي الناس؟ طبعا. ليه؟ لأنه بيعود على تحسين قدرة الأسر الفقيرة ومتناهية الفقر، ده بيحسن من قدرتهم الانتاجيه بطريقه غير مباشره، ده بيديهم دعم بطريقه غير مباشره لما احنا نحسن لهم الطرق، لما احنا نحسن لهم الميه، لما احنا نحسن الصحه. الكلام ده يا فندم النهارده هو اللي بيمس كبد المواطن اللي دايما هي دي طلباته الحقيقيه. ما بيحبش يسمع الموازنه مثلا قدرتها قد ايه او الموارد العامه في الدوله، ولكن بيحب يسمع النهارده هيتم توفير قدره الدوله للمدخلات أو لفاتورته التموينية أو ما شابه لذلك. نعم أشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.